السلام عليكم، نهاركم زين. اليوم جيت وجبت لكم لي كانيلوني. رانا رايحين نديروهم جميع التفاصيل، لا فيون داشي، لا صوص طومات، لا بيشاميل ولي زيبيناغ. رانا رايحين نوجدوهم ونحضروهم ونغراتينيهم. ندوزو للمطبخ باش ندو تفاصيل هاد الوصفة الرائعة. في المقلاة ديالي قطعت حبيبة تاع البصل الاخضر، وعندي 200 غرام من اللحم المفروم. نضيف عليهم شوية تاع السمن هكذايا هنايا فوق البصل، ونضيف القليل من الزيت هكذا. نخلي البصل شويه هنايا يدبال، ومن بعد نخلط معاه اللحم، نخليهم حتى وين يطيبوا وينشفوا. في الاخير نضيف رشه تاع الفلفل الكحل وندير الملح على حساب اذواقكم. حطيت اللحم ديالي بجيه، ودوكا نجوزو لاصوص طوماط. عندي لهنايا طماطم، 3 حبيبات تاع طماطيش، 4 حبات تاع البصل، 2 سنينات تاع الثوم هكذا بارد في بارد. نضيف عليها فنجال تاع الماء، معهم يزيدوا يطيحوا الماء ديالهم. نغطيها، ما نديرلهاش ولا زيت ولا توابل ولا اعشاب، نخليها حتى وين فريمون طيب وفريمون تذوب. نجوزها في ان ميكسور، ومن بعد ندير الحبه ولا الزعتر ما تيسر في المنزل. ندير شويه تاع زيت زيتون، ندير الملح والفلفل الكحل. لاصوص طوماط ديالي وجدت، راهي هايله. دوكا نضيف عليها رشه تاع الملح ورشه تاع الفلفل الكحل. حبيتو تزيدوا شويه تاع العكري ولا الطوماطيش كونسونطري كيما حبيتو. ونضيف عليها شويه تاع الحبق هكذا الجاف، نزيد نحكو باش نخرج نسماتو. ونزيد عليها خويط تاع الزيت، زيت زيتون اذا حبيتو ولا سونغو. هنايا لهنا اصلا عندي زيت من السما بليزير، من اروع ما يكون الذوق ديالها. ندير هكذا شويه، ونضيف اكيد وضروري قريصه فقط تاع السكر باش نحي شويه هذيك تاع لاسيديتي. احلى صلصه طماطم ممكن تذوقوها. ناخذ السلق ديالي غير الاوراق، الاعراف نخليهم لاستعمالات اخرى. ندير نقطه تاع الزيت ونحطهم يتقلاو مع رشه تاع الملح ورشه تاع الفلفل الكحل. في نفس المقلاة اللي حضرنا فيها السلق ندير ملعقه تاع الزبده مع ملعقه بومبي تاع الفرينه باش نبداو نوجدو لا بيشاميل. نضيف الحليب بالتدريج حتى نلحق للقوام اللي راني نحوس عليه. نحوس على قوام نوعا ما سائل. نشوفها بدات تعقد، نضيف الملح اللازم، ندير رشه تاع تابل الجب اللي راهو رايحين نسمها بشكل رائع، ونضيف فلفل الكحل، شويه تاع الجبن فوندو الا كان كاين. هكا رانا رايحين نغنيوها ونعطو لها ذوق بزاف رائع. لا فيوند ديالي راهي هايله. دوكا واش راني حنضيف عليها؟ نضيف هذاك السلق اللي قليناه معا، غير الورق ديالو من اروع ما يكون. نضيف عليه كذلك رشه المعدنوس هكذايا، ونضيف عليه هذيك لا بيشاميل اللي حضرناها. نضيف غير كميه باش نتحصل على خليط يكون نوعا ما سائل، لاننا رانا رايحين نديروه دون جي بوش باش نعمرو لي كانيلوني ديالنا. بسم الله نفرغ هكذا ونحرك ونشوف. فوالا، ما ترددوش باش تذوقوا باش تعرفوا واش راكو تخدموا. معناتها حنا دقنا كل حاجه على حده، بصح في الاخير نزيدو نتاكدوا بلي الادواق راهي منسجمه. نوجد ان بوش ندخلها لداخل ونبداو ان شاء الله نعمروها. خديت امبيغاكس نفرغ
فيه لاصوص طوماط اللي تنفنف بهذيك البنه تاع الحبق، نديرها كفراش اللي حنحط فيه لي كانيلوني بعد ما رانا رايحين نفارسيوهم معا. هكذا غير هذه الكميه لاني حنزيد من الفوق، هكذا نحطو بجيه هاوليك، وهم لي كانيلوني ديالي الاصابع تاع لي كانيلوني. والناس اللي فاتتهم الوصفه اللي كنت حضرتها درناهم بلي كريب، درناهم ببياض الدجاج، وصفه من اروع ما يكون. نخلي لكم رابط الوصفه، هكذا راكم رايحين تضربوا طله وتشوفوا. هكذا على هكذا نقول بسم الله ونبدا. فوالا نشد من تحت بالاصبع تاعي ما نطلقش، ونعمر هكذا بكل سهوله كما راكم تشوفوا، ونحط فوق لو بيغيكس هكذايا من اروع ما يكون. ستفوهم بسم الله. عمرت كامل الحبيبات علي كانيلوني ديالي، حطيتهم فوق هذيك لاصوص طوماط، ودوكا نزيد نجيب هذيك لاصوص طوماط ونزيد القليل فقط من الفوق. علاش؟ لانني حنزيد ام بيت كوش فين ثاني تاع لا بيشاميل، وراني رايحه نغطيه بان بابي كويسون، ونزيد بلانيميوم فوق البابي كويسون، نطيبو الي توفي. هكذا الحبيبات راهم رايحين يطيبوا بكل سهوله، خليهم ياخذوا وقتهم على نار متوسطه، نديرها على 180 بعد ما نكون قبل سخنت الفرن ديالي. رانا رايحين ندو احلى نتيجه. لي كانيلوني اللي وجدناهم لنهار اليوم وصفه رائعه تستحق التجربه، متوازنه فيها كامل واش نسحقوا، سلقوا فيوند بشاميل، نسمات رائعه، وهذيك صلصه الطماطم واش نحكي لكم عليها بالبنه تاع الحبق. وصفه سهله بسيطه، نتيجتها مبهجه ومفرحه. انا درت منها دو بيغيكس من اروع ما يكون. نتمنى تجربوا الوصفه، ونتمنى تنضموا لقناتنا، نتمنى تفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد.